مارسي كولر النهاردة في تصريحاته في المؤتمر الصحفي قال أنه مش هيتكلم عن التشكيل اللي هيشارك غدا لكن قال أن الدوليين, الدوليين كانوا غايبين عن الفريق لفترة وسافروا مسافة طويلة إلى موريتانيا وتدربوا معنا مرتين فقط وفي صعوبة في تحديد مدى جاهزيتهم البدنية والذهنية وده ممكن يعمل مشكلة لكنها مش مشكلة كبيرة قال أنه فيش أي مدرب يقدر يقول انه هيفوز في كل مباراه لكنه هدف اساسي دايما لينا في الاهلي وبنحاول الفوز في كل مباراه. وقال انا ما بحبش ادي وعود لان من الممكن انه يكون هناك عوامل خارجيه تؤثر على الوفاء بها ولكن هدفنا ان نجعل الفريق يقف من جديد بعد مباراه السوبر الافريقي اللي ما كناش موفقين فيها. محمد الشناوي قال بسؤاله يعني عن هل هو اللي هيلعب ولا شوبير كاساسي قال هتكلم في الامر ده للمره الاخيره احنا بنلعب 11 لاعب في الملعب والمدرب هو اللي بيختار ال 11 لاعب تحدثنا في ذلك الامر من قبل ونحن متفاهمين حول هذا الامر قال شوبير قدم بطوله افريقيه بشكل رائع وهو اخي الصغير ويجب ان اسنده سواء كان هو او اي حارس اخر واي لاعب من اللاعبين اللي بتشارك ده امر يخص فقط المدير الفني والجميع يحترم هذا القرار لدينا نظام بنمشي عليه ومفيش حد بيخرج من النظام ده كلام محترم هو فين الحكايه بتاعت الشناوي وشوبير مين يا جماعه شايف ان الشناوي مش حارس كبير يعني خلاص تعالوا نتفق ان مصطفى شوبير حارس رائع جدا وواعد جدا وعمل بطولة رائعة وخرافية بطولة دوري ابطال عمل كل حاجة حارس كبير جدا مصطفى شوبير بس ليه محمد الشناوي بعض الناس شايفينه انه ما ينفعش يبقى حارس اول في النادي الاهلي لا ينفع طبعا يبقى حارس اول في النادي الاهلي ينفع يفضل حارس اول في منتخب مصر بالمناسبة مباريات رائعة اخيرة مع منتخب مصر عملها أه عملها محمد الشناوي باداء مميز جدا 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 ليه ليه في ناس عايزه ترمي كده بنزين ونار وحاجات كده ليه بيبقى انت إيه بتبقى عايز ايه يعني بتبقى بتفكر في ايه ما تفهمش بقى شنو حارس كبير كونه اساسي فده الشيء يضيف للأهل ويضيف للحارس لو مصطفى شبيل اللاعب فهو برضو ايضا حارس كبير ومميز وواعد جدا وبرضو يبقى اضافه للنادي الاهلي والاهلي اضافه ليه دي حكايه